طبعا احنا وصلنا الان على مدينة جديدة ومنطقة جديدة اسمها ويكفيلد. ويكفيلد تبعد حوالي 16 كيلو عن مدينة جاتينو في الشمال. عم بزبطوا فيها هذا الشعار تبعها ويكفيلد. تستأجروا كياكس من هون، مطاعم على الشمال، مكان رائع جدا جدا تريلاكس، بعيد مش بعيد كتير عن أوتو جاتينو، في هاي واي لهون توصل، مكان جميل جدا للاستمتاع. هو الجسر اللي حكينا عنه عيد بناءه في 97. الشيء بني هو في 1915، صار في حريق كبير في هذا وعيد بناءه في 97. هذا البناء الجديد بس عيد بنفس الطريقة اللي كان مبني فيها في 1915، كان بس للعربات، الآن هو فقط بس للمشاة. نهر جاتينو اللي شايفينه قدامنا، الناس الحيوانات، والله قاعد مستمتع تتشمل، جو حلو. طبعا هون احنا رايحين جوا الغابة مش بعيد عن الجسر اللي ورجيناكم اياها في ويكفيلد، في شلال صغير حلو الاولاد بكيفوا عليه. طبعا هلا عشان اخر الصيف احنا فيش مية كتير، عادة بشهر 4 و5 تكون المية كتير قوية، وأنا بتكون بدأت تدوب من الجبل زي ما انتو شايفين. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت.